نحتفل اليوم بيوم البيئة الإقليمي وذكرى التوقيع على اتفاقية الكويت لعام 1978، والتي كان من ثمارها إنشاء المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية التي تسعى دولة الكويت باستضافتها. وبهذه المناسبة نشيد بجهود المنظمة التي ساهمت في تعزيز أواصر التعاون بين دول المنطقة المحافظة على بيئتها ورسم استراتيجية عامة واضحة للتعامل معها، خاصة في ظل ما تمثله المنطقة البحرية من أهمية جغرافية واستراتيجية واقتصادية. لقد تبنت المنظمة هذا العام شعار التعدي على الشواطئ، ويؤكد هذا الشعار على أهمية الدور الملقى كاهل المنظمة للحد من المخاطر التي تتعرض لها بيئة المنطقة البحرية والبحث في المجالات التي تعمل على تطوير السياسات الخاصة بمخاطر هذا التعدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.